في هذه الأرض الصحراوية الشاسعة في منطقة الريسان شرق أرفود، يعكف هذا الرجل الستيني على البحث والتنقيب عن أحافير ديناصورات وحيوانات منقرضة. عبد الوهاب بن موسى ليس عالم حفريات، لكنه توارث مهنة الاستكشاف أبا عن جد وحافظ عليها. عمل متواصل في سبيل العثور على بقايا تعد بمثابة كنوز لا تقدر بثمن. حرام علينا، احنا ضيعنا كثار، ضيعنا رزق ولادنا، احنا ضيعنا رزقه، واللهم نخلو داك الشيء مستور تحت الارض، تيطلعوا واحد الجيل اللي فاهم قيمه هذا الشيء ويخدموا. على غرار هذا المستكشف، يقوم هواة آخرون بعملية بحث واسعة في الصحراء، بحثا عن ألواح صخرية تحمل آثار أحافير تعود إلى غابر الأزمان. يأخذ سكان محليون ما يجمعونه في ورشة صغيرة لاستخراج الحفريات وبيعها. هنا داخل هذه الورشة يقوم مختصون في المجال بعملية استخراج الحفريات، وتجري معظم مراحل العملية يدويا دون الاستعانة بأية معدة علمية. وكان وعندنا الناس، انا قلت لكم بعدا قبيل اللي بقى فيا انا بزاف، عندنا الناس خدامين من ثمانين زمان الثمانينات ما شاء الله، وما واصلين والو، مساكين وزعما كاينين اللي لاباس عليهم، كاين يعاود اللي سميتو، ولكن الاكثريه فيهم شويه لقطة عيالة. We have also some little things to. في المتحف لدينا بعض الأشياء الصغيرة للبيع، والأثمنة تتراوح بين 20 درهما إلى 500 حتى 5000 درهم. لدعم المتحف نقوم كذلك باقتناء أشياء جديدة وحفريات جديدة. نحافظ على المجموعة الأولى من الحفريات في المتحف لأنها ملك للمغرب ومعروضة للزوار وطلبة الجيولوجية وكل من يهتم بحفريات زمن ما قبل التاريخ. Collection for the museum. أبحاث مستمرة للكشف عن ما تحتويه الأرض من بقايا كائنات تعود لمئات ألوف السنين. أبحاث حولت هذه المنطقة في السنوات الأخيرة إلى نقطة جذب للسياح والجيولوجيين والطلبة من مختلف أنحاء العالم.